السلام عليكم. لما قدموا لكم العجينة المورقة ولا لاباط فويتي بطريقة سهلة ومبسطة إن شاء الله، هنحتاجو 500 غرام ديال الطحين أبيض، 400 غرام زبدة واخد حرارة المطبخ مقطعة قطع قصار صغيرة، شوية ديال الملح وجوج كيسان ديال الماء. بسم الله، أول حاجة غنوضع الطحين في الخلاط الكهربائي. بطبيعة الحال الطحين هنا مغربلينو، نضيفو القطع ديال الزبدة ونديرو شوية الملح، غنوضعو الكاس الأول ديال الماء ونخدمو الكركة الكهربائية. غنضيف تقريبا ثلث ديال الكاس الماء، يعني ماشي كامل. بعد ما وقفنا الخلاط الكهربائي غادي نرشوا طاوله العمل بشويه ديال الطحين، نخرجوا العجين ديالنا. غادي نرشوا حتى العجينه بشويه ديال الطحين، نحاولوا نجمعوها غير من الجوانب. نرشوا شويه ديال الطحين، غادي ناخذوا مدلك نحاولوا نبسطوها. نرشو شوية ديال الطحين، صافي، ونحاولو نجمعوها بهذا الشكل، النص الأول الطرف الثاني هكا، ونهزو العجينة ونعاودو نرشو طاولة العمل باش ملي نطلقوها ما تلصقش. دابا نطلقوها، دابا طلقنا العجينة هذه المرة الأولى، دابا غادي نطويوها بهذا الشكل على النص ونضربو شي شوية نخرجو منها الهواء، صافي، وندخلو هاد الثلاجة مدة ديال 10 ديال الدقايق وعاد نرجعو نكملو. جبنا العجينة من الثلاجة، رشينا طاولة العمل بشوية ديال الطحين، نرشو حتى العجينة، غنطلقوها بالمدلك. غادي نطويوها بهذا الشكل وبهذا الشكل، نرشو الطاولة العمل شويه ديال الطحين، نعاود نطلقوها. دابا هذه كتسمى المرحلة الثانية، يعني الطعنية الثانية في المرحلة. بعد ما طلقناها كنرشوها شويه ديال الطحين، كنعاودو نجمعوها بهذا الشكل، نضربو شي شويه نخرجو غير كمية الهواء، المره الثانيه عاود ندخلوها للثلاجه مده ديال 10 دقائق. خرجنا العجينه ديالنا من الثلاجه، رشينا طاوله العمل بالطحين، رشينا العجينه كذلك بالطحين، دابا نطلقوها بالمدلك. دابا غادي نرشو العجينة بشويش ديال الطحين، نجمعوها، هكذا، صافي.
صافي ودابا كتصبح لنا العجينه يعني جاهزه للاستعمال. اي وصفه بغيناها كانت حلوه او لا مالحه، العجينه المورقه هي هذه صافي، يمكن نحتفظوا بها في الثلاجه وقت ما بغينا نستعملوها كنخرجوها قبل من الوصفه، نخليوها واحد 5 ديال الدقائق تاخذ حراره الطبخ صافي وكنطيبوا بها.